وهلو يا حلوين، وعدكم بهذا اللانش بوكس اعملكم سلسلة جديدة رح تكون عن بلدان العالم. ماميتو اني كتير متحمس، شو اول بلد رح يكون؟ اول بلد رح نبلش فيه هو العراق، لانه اغلب متابعيني من العراق. رح اعمل حطيت جبنة وزيتون وبندورة على شكل العالم العراق، ورح اعمل حلاوة الطحين يلي كتير معروفة بالعراق. حطيت كوب طحين حمصته لحتى صار لونه ذهبي، حطيت عليه نص كوب زبدة او زيت نباتي، بنحركه ونحط 4 اكواب حليب او مي يلي متواجد عندكم، ونص كوب سكر ومعلقة ماء ورد، ومنحركن على البارد، بعدين منرجعن على الغاز لحتى هيك يسمكوا عنا شوي. إذا طلعوا كتير سماك ضيفولن مي أو حليب وزينوهم باللي بدكن إياه. حطيت جوز هند وشوية فستق وحطيت خبزة. واو عن جد بتطير العقل، شو البلد التاني رح يكون؟ بدنا نخلي المتابعين هنن يلي يحزروا. يلا باي. مامي بدي نضرب تدويشة بليز. شو يعني خلوده نضرب تدويشة؟ يعني نتحمم نستحم بالجزائري. شفتك عم تعملي علم لانش بوكس للجزائر، فحبيت اتعلم كم كلمة بالجزائري. طيب مدام هيك احذرك، شو اشهر اكلة بالجزائر؟ اكلة كتير مشهورة يعني. كسكس مامي، هنن كتير بحب الكسكس. مزبوط، وهذا اللانش بوكس مني لإلكن ان شاء الله يا رب تحبوه. يعيشك مامي، كتير طالع حلو بجنن. يلا باي. ولك هاي، كيفكن؟ من فترة قررت أعمل سلسلة لانش بوكس لجميع الدول العربية بأشكال الأعلام، بس اللي فاجأني إنه كلياتكن، يعني مو كلياتكن، الأغلب صار يقول لي ليش حطيتي هاد العلم قبل هاد العلم؟ ليش بلشتي بهاد العلم؟ يا جماعة شو الله مسهل لي، شوفي عندي مواد بالبيت، أنا على هاد الأساس بشتغل وبحط العلم، وكل الدول على عين والراس، وما في دولة قبل دولة، كلياتنا واحد. هون أنا قررت أعمل علم السعودية، حطيت كيك، حطيت شوكولا لونها أخضر، وكتبت الكلمات كمان بشوكولا بيضة، وكمان حطيت الكبسة اللي كتير مشهورة فيها السعودية، الكبسة واللحم. وإن شاء الله تكونوا حبيتي، وكل واحد يكتب لي اسم الدولة تبعه وشو أشهر أكلة فيها. باي. لكو هلو، واليوم يا حزرك خلودة شو بدنا نعمل علام؟ عجزت ما بعرف. طيب رح أقرب لك ياها، أنت من أي دولة خلودة؟ أنا من المريخ ماما، بس إجيت بالغلط على الأرض. لا يا قلبي، أنت خلقت بالأرض بدولة اسمها سوريا، فلح نعمل علم سوريا. لح نحط رمان، وحطيت عنب لونه أسود، وحطيت بالنص لبن منكه هيك بيجي حلو فيه فواكه، وحطيت النجمتين بالكيوي. وأشهر أكلة بسوريا شو يا حزراك؟ ملوخية ماما، مو أنت كتير بتعمليها. أشهر أكلة هي الكبة. وضلوا بخير، باي. يا مو لمين اللانش بوكس اليوم؟ لأني دولة؟ لحزرك، أنا دولة فيها أهرامات. مصر، أنا بحبك قوي يا مصر، والنبي بديني بوسة. لك بوسة شو؟ هاد اللي آخد عقلك؟ يعني هيك تامر حسني بيقول بالأفلام المصرية. لك الله يطول لي بالي عليك. أنا مثل ما شفتوا حطيت فريز، وحطيت بالنص جوز هند مع شوية عسل، وصوص الشوكولا كتير لونه غامق. وأشهر أكلة بمصر هي الطعمية، وإن شاء الله تكونوا حبيتوا. يلا باي. ماما أمي حركينا حالك، هيك عاملينا لانش بوكس للمغرب. صلك زمان ما عملتينا هاي السلسلة، ليش وقفتيها؟ والله معك حق، وهلأ لح أعمل أحلى لانش بوكس للمغرب إن شاء الله يعجبكم. للعلم حطيت بندورة حمراء، وحطيت نجمة بالخيار، هيك بيصير عنا عالم المغرب صار جاهز. أما بالنسبة للأكل، فسمعت إنه أكلة الطاجين من الأكلات المشهورة بالمغرب، هي عبارة عن لحمة شوية خضرة وفواكه. والتحياتي لكل اللي عم بيتابعني من كل الدول العربية من المغرب، وباي. مام شو لانش اليوم يا تقبريني؟ لانش اليوم رح يكون لحبايب قلبنا بلبنان. بعرف حسيت هيدا الشيء، هيك عم بحكي لبناني. دخيله انا يلي بيعرف يقلد كل اللهجات. حطيت بيتزا على شكل علم لبنان، وكمان هون رح نحط تبوله يلي هي كتير مشهوره بلبنان، وبحسهم كتير بيحبوا الزعتر. انت شو رايك خالد؟ ايه كتير بيحبوا هنن الزعتر، كتير بيقولوا نحن بنحب منقوشة الزعتر. ان شاء الله تكونوا حبيتوا. باي. ماميتو حزري، مين كتير زعلان منا؟ الله يبعد عنا الزعل. لك مين زعلان؟ متابعينا من الاردن ماميتو كتير زعلانين بدهم لانش بوكس لإلهم. لا لك شو زعلانين ما زعلانين، هلأ رح نعملن احلى لانش بوكس لعيوننا الحلوين، وكل الدول يلي لسه ما عملناها كمان رح نرجع نعملها. حطيت كيوي وستروبري ولبن منكه وشوية صوص شوكولا، واطيب اكلة معروفة بالاردن المنسف. يس مامي.
مامتو هفف على نفسي مندي كتير جاي عبالي، شو رأيك تعملي لي بليز؟ بتعرف خلودة أنه أكتر دولة مشهورة بالمندي؟ لا والله ما بعرف مين. دولة اليمن كتير مشهور عندهم المندي، وبما أنه لح نعمل مندي لح نعمل لانش بوكس لليمن. حطينا أكلة المندي اللي مشهورة في اليمن، وهلأ لح نعمل علم اليمن على الخبزة. قصيت الخبزة على قد اللانش بوكس، وبعدين حطيت مربى التوت ومربى الفريز، وبالنص حطيت جبنة كريمي. تحياتي لأهل اليمن ولجميع الدول العربية. باي ماميتو، لك صار لك زمان ما عملتينا اللانش بوكس للدول لأعلام الدول العربية، عملينا للكويت ماميتو بليز. والله معك حق، وأحلى اللانش بوكس لأهل الكويت يا ربي يعجبكم. لح نبلش بالعلم، لح نجيب شوكولا ولح أرسم العلم هيك أنه بالشوكولا. جبت شوكولا وحطيت لون أخضر فيها، وشوكولا سودا، وبعدين شوكولا بيضة. يا سلام، شوكولا لح يطلع روعة روعة. بس ماميتو ليش عم تحطي شوكولا بيضة كله؟ ما في لون أحمر؟ لك كان في لون أحمر، بس جاي عبالي حط لون الأحمر هيك يعني بالسبرينكلز وشوكولا، هيك شوكولا بيضة على شكل سبرينكلز. شو رأيكم؟ أنا بقلك بحكي لك عنهم، العلم طالع أبها كتير حلو. ماما شو هاي الأكلة؟ هاي الأكلة مشهورة بالكويت، يعني من الأكلات المعروفة بالكويت، اسمها المعدس. هي عبارة عن عدس ورز وهيك مع بصل وبندورة وكركم، وبيحطوا له بطاطا يعني اختياري، وبيحطوا قدامها صوص. ماما هذا الصوص اسمه دبوس ومعبوس، مزبوط حكيتها؟ جايز يلي عم يتابعنا من الكويت يحكي لي إذا صح ولا غلط حكيتها. يلا إن شاء الله يعجبكم. باي خلوتي يا حزرك اليوم، لأنه الدولة بدنا نعمل لانش بوكس. والله ما بعرف، يعني انتي قربي لي اياها. طيب يا حزرك، مين بيقول هلبا هلبا؟ يي عرفت، لليبيا. كتير كتير متحمس، شوف شلون بدك تعملي العلم تبع ليبيا، وشو بدك تعملي اشهر اكلة بليبيا. هلأ لح تشوف وان شاء الله لح يعجبك. لح حط جلي بالفريز، حطيته باللون الاحمر، بعدين جبت عنب لونه اسود وصفيته بالنص بدل اللون الاسود، واخر شي حطينا كيوي، وهذا اللي باللون الابيض جبناه مثل السكاكر على شكل هلال ونجمة. واو شو حلو طلع العلم، بجنن جايز. شو رأيكم، حبيتوه ولا لا؟ بس ماما شو مشان الأكلة مشهورة بليبيا؟ أكلة من الأكلات المشهورة بليبيا المبكبكة. ماميتو شو يعني مبكبكة؟ يعني بتعمل بق 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 بق. المبكبكة خلودة هي معكرونة مع شوية بصل وهيك مية بندورة ولحمة، وبتبقبق وهي على الغاز هيك، بنستناها لتبقبق بعدين نطفي تحتها بق 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 على قولتك. يا الله شو حلو يا ماميتو، يسلموا لي هالإيدين يا رب. جايز لا تنسونا من اللايك. باي ماميتو، لا تقلي لي قاعدة عم تعملي لانش بوكس لدولة عربية جديدة. مزبوط خلودة. تعال حزرك، يا حزرك مين بيقول كلمة برشا برشا؟ يي عرفت ماميتو، بيقولها صابر الرباعي وقت يغني برشا برشا يا مدلل برشا برشا، يعني كتير كتير أهل تونس. لك برافو، بحبك برشا برشا. وعملنا جبت خبز وحطيت عليه مربى الفريز، وحطيت لحتى شكل النجمة والهلال زبدة، قطعة زبدة، وهيك قاعدة تدوب تدويب القمر والنجمة. وبعدين أكلة كتير مشهورة بتونس، شو هي يا حزرك خلودة؟ والله ما بعرف ماميتو، خبرينا. مشهورين بأكلة كسكس الحوت، هي عبارة عن كسكس بيحطوا عليه شوية خضار وهيك حمص، وبعدين بيحطوا آخر شي سمكة. يا الله بس تخلصي بدي أكله كله. ماميتو بدي وجه نشيد لأهل تونس، تونس الخضراء وداري، دار عز وفخاري، في ظلال المجد نحيا من صغار وكباري. لك برافو خلودة، كانوا يدرسونا ياها بدرس القراءة وقت حصة النشيد. وهون لح نحط صوص بيتاكل جنب الكسكس الحوت، وإن شاء الله تكونوا حبيتوا. حطونا لايك. باي خلودتي يا حزرة، قدسنا الحبيبة القدس وين موجودة؟ بأي بلد خالد؟ ماما عيب تسأليني هذا السؤال، موجودة بفلسطين الحبيبة. يقبشني زكي أنا، مزبوط. واليوم لح نعمل لانش بوكس لفلسطين، ويا رب يا رب يعجبكم. حطيت دبس رمان ولبن وخيار وبندورة، وأكتر أكلة مشهورة فيها فلسطين هي المسخن. إن شاء الله أكون صح عم بحكي. لا ماما مزبوط، أنت صح عم تحكي، أنا عندي رفيقي من فلسطين وأمها طول تعمل له مسخن، وفي المقلوبة كمان، بس بظن يمكن المسخن والمقلوبة سوا. ومثل ما شفتوا حطيت الخبز وحطيت البصل وآخر شيء الدجاج، ويا رب تكون عجبكم. إن شاء الله تضلوا بألف خير. باي.